اقتحام واسع النطاق شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدينة جنين ومحيط مخيمها شمالي الضفة الغربية. هذا الاقتحام استمر لأكثر من 6 ساعات واستهدف في بداية الأمر بلدة قباطيا إلى الجنوب من المدينة، حيث تم مداهمة البلدة وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران باتجاه عدد من الشبان في محيط مدخل البلدة الجنوبي، والذي هو يعتبر المدخل الجنوبي لمدينة جنين. فأصيب في ذلك المكان 5 شبان فلسطينيين، بينهم إصابة خطيرة. لاحقا أعلن عن استشهاد أحد الشبان الفلسطينيين خلال الاقتحام لمحيط بلدة قباطيا، وتحديدا في نطاقات الحي الشرقي من حي المراح، والشهيد هو أيمن عزوقة التي أعلنت المصادر الطبية عن استشهاده. بعد الانسحاب من بلدة قباطيا توجهت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية معززة بقوات كبيرة وبجرافات عسكرية إلى المدخل الجنوبي لمدينة جنين، وشرعت هذه الآلية الجرافات بعمليات تدمير في البنية التحتية وصروح الشهداء في المنطقة. الشهيد زياد الزرعيني تم تدمير صرح الشهداء الخاص به، وكذلك أيضا عمليات تجريف هائلة في نطاق المنطقة وحي الجابريات المحاذي لمخيم جنين، واستمرت عمليات التجريف حتى أتت على عدة طرقات وشوارع داخلية محيطة بالمخيم. طبعا عملية الاقتحام توسعت إلى نطاقات الحي الشرقي وحي المراح ومحاصرة إحدى البنايات السكنية وإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران عليها بشكل كثيف، وإجبار الأسر العائلات والأطفال داخل هذه البناية التي تعود لعائلة الشلبي في محيط الحي المراح على إخلائها، ولاحقا الفشل في اعتقال أحد المطاردين الفلسطينيين. كما فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط مستشفى الرازي شرق مدينة جنين، واعتقل 3 شبان فلسطينيين كانوا على متنها بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم خلال عملية الاقتحام. كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ حملة مداهمات في بلدة برقين إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين بالتزامن مع عملية اقتحام لبلدة اليمون غرب المدينة ومحاصرة عدة منازل في المنطقة، وسط طبعا اشتباكات مسلحة عنيفة واستهدافات بالعبوات الناتفة. قبيل الانسحاب وجهت طائرة مسيرة استطلاع قصفا جويا استهدف حارة الدمج بمخيم جنين شرق المخيم، وأدى ذلك لاستشهاد شاب فلسطيني هو من مدينة نابلس ومطارد للاحتلال الإسرائيلي ويعمل في سلك الضابطة الجمركية في السلطة الفلسطينية. استشهد متأثرا بإصابته الحرجة في طبعا القصف الصاروخي، فيما أصيب 9 فلسطينيين بينهم نساء، إذ استهدف القصف الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في حارة الدمج بمخيم جنين، ولاحقا انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. طبعا الحصيلة النهائية حتى هذه اللحظة نتحدث عن شهيدين و12 إصابة على الأقل، سيما وأن الإصابات توزعت على المستشفيات 3 في مدينة جنين، مستشفى جنين الحكومي وابن سينا وكذلك أيضا الراسي، وبعض الإصابات لا زالت حرجة وخطيرة حتى هذه اللحظة، وهنالك يعني جهود مكثفة من قبل الطواقم الطبية لإبقاء عدد آخر من الجرحى على قيد الحياة حقيقة، سيما أولئك الذين أصيبوا في القصف الجوي نتيجة الشظايا ودقة هذه الصواريخ المستهدفة في مثل هذه العمليات، إذ طبعا يعني الإصابات كانت على مستوى الأطراف العلوية من الجسد، وهنالك بالفعل إصابات حرجة وخطيرة. حملة اعتقالات واسعة لربما شهدناها حتى هذه اللحظة، لم يصدر بيان من قبل نادي الأسير الفلسطيني، لكن يمكن الحديث عن نحو 10 حالات اعتقال على الأقل نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في بلدات قباطيا وبرقين واليامون ومدينة جنين وأطراف الحي الشرقي من مدينة جنين على عقب هذه العملية
العسكرية الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن فجر هذا اليوم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمة في بلدة قبلان إلى الجنوب من مدينة نابلس، وكذلك أيضا بلدة تل إلى الغرب من المدينة، كما أنه شهدت بلدة كفر قدوم إلى الشرق من مدينة قلقيلية حملة مداهمات وإطلاق عشوائي للرصاص استهدف منازل الفلسطينيين، وكذلك أيضا المركبات الفلسطينية، كما أن الهلال الأحمر أعلن في بيان سابق بإصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهي داخل منزلها في بلدة برقة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك القرية على وقع اقتحامات متكررة تتعرض لها بلدة وقرية برقة شمال غرب مدينة نابلس. بطبيعة الحال تتحضر مدينة جنين خلال الساعات القادمة لإطلاق مراسم تشييع الشهيدين عرعراوي وكذلك أيضا عزوقة اللذان استشهدا في نتيجة إصابتهما برصاص جيش الاحتلال وآخر نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي على مخيم جنين.